طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع مهم جدا الحقيقة. وامبارح أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارا من أول يناير 2023 هيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ده طبعا بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش. خلينا نعرف ده معناه ايه، الخبر ده معناه ايه، هيتطبق ازاي، تفاصيل كتير جدا هنعرفها من اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامينات. صباح الخير يا حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذه جمان، صباح الخير على حضرتك وعلى جمهورك الكريم. اهلا بيك يا فندم. طيب لو تشرح لنا بقى يعني ايه اجر اشتراك تاميني، ازاي هيتم تطبيق هذا القرار، لو حضرتك تطلعنا على بعض التفاصيل يا فندم. يعني في البدايه نحب نوضح ان قيمة المعاش بتتأثر بمتغيرين اتنين، أو في عنصرين بيأثروا على قيمة المعاش بتاع أي حد. نمرة واحد، أنت اشتركت في نظام التأمينات ده بمرتب قد إيه؟ نمرة اتنين، اشتركت المدة قد إيه؟ كل ما كبر المرتب اللي أنت مشترك بيه كل ما هتاخد معاش هيبقى أفضل لما تبلغ السن. وكل ما زادت مدة اشتراكك في نظام التأمينات كل ما المعاش اتحسن وبقت قيمته معقولة. فإحنا بنشتغل في محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية. إحنا لو قدرنا أنا أسفة يا فندم، بس حضرتك تقصد بالمرتب اللي بيتم الاشتراك بيه هو الجزء اللي بيخصم أو بيتم خصمه من المرتب، مظبوط؟ أيوة فندم. مثلا أنا بشتغل ب 3000 جنيه فبدفع اشتراكات على مرتب 3000 جنيه. ال 3000 جنيه دول هم اللي هيخشوا في حساب المعاش بتاعي. فكل ما زاد المرتب اللي أنا بشترك بيه في نظام التأمينات كل ما ده أدى إلى تحسين قيمة المعاش بتاعي وقت استحقاق المعاش. فمن محاور الإصلاح اللي بدأنا فيها من 2019 مع صدور قانون المعاشات الجديد بدأنا نحط آليات. هو ينفع حد يجي النهارده ويقول والله أنا بشتغل بمرتب 100 جنيه بس وهسدد اشتراكات على 100 جنيه؟ لا طبعا، ده ما فيش حاجة اسمها مرتب 100 جنيه في الشهر في الزمن اللي احنا فيه. فحطينا حد أدنى للمرتب يشترك به المواطن في نظام التأمينات. وحطينا حد أقصى لهذا المرتب. وعملنا آلية لزيادة هذه الحدود بما يضمن الوصول إلى المرتبات الحقيقية اللي بيقبضها المؤمن عليهم علشان نبدأ نجري عملية الخصم من هذه المرتبات ونحسن معاشاتهم عند انتهاء خدمتهم. صحيح سيادة اللواء. طيب كام الحد الأدنى وكام الحد الأقصى وكم عدد المستفيدين فعليا على ارض الواقع؟ خلينا نتكلم بلغه الارقام يا فندم. تمام يا فندم. احنا الحد الادنى ده بدانا نحط له حد ادنى من 1/1/2020 مع بدايه تطبيق قانون المعاشات. فكان الحد الادنى ده 1000 جنيه وبنزوده في شهر يناير من كل سنه. في شهر يناير من كل سنة بنحرك الحد الأدنى بيزيد بنسبة قد إيه مثلا؟ بنسبة في حدود ال 15%. تمام. فإحنا في يناير 23 إن شاء الله اللي هو يعني كمان شهر كل سنة وحضراتكم طيبين وبمناسبة العام الميلادي الجديد، فإن شاء الله هيبقى الحد الأدنى 1700 جنيه. والاقصى والحد الاقصى هيبقى 10900 جنيه. ده معناه ان انا كان زمان يا فندم اللي مرتبه 4000 جنيه نقول له لا انت اقصى مرتب تشترك بيه في التامينات هو 2000 جنيه بس. فكانت قيم متدنيه اثرت على معاشات الناس وهي خارجه معاش. فالنهارده كل ما بفتح الفجوه دي بين الحد الادنى والحد الاقصى بشوف المرتب الحقيقي للمواطن وأمن عليه، بالتالي لما يجي يستحق المعاش هيلاقي معاش. طب النهارده بتوع القطاع الخاص يا فندم اللي متأمن عليهم واللي شركاتهم مأمنه عليهم، هل هيستفيدوا أيضا زي موظفي القطاع العام؟ بالظبط كده يا فندم. احنا عندنا في حدود 13.8 مليون
مواطن متأمن عليهم، وطبعا يعني أكثر من 70% من هذا الرقم في القطاع الخاص، كلهم مستفيدين بهذا القرار. في يناير اللي جاي إن شاء الله هيبدأ إجراء الاقتطاع على أساس الحدود الدنيا والقصوى الجديدة اللي احنا عملناها، بما يؤدي إلى استحقاق معاش كريم عند استحقاق. طيب خليني بس أكد على نقطة مع حضرتك يا فندم، هل فكرة رفع الحد الأدنى للمرتب اللي بيتم الاشتراك به في التأمينات، نظام التأمينات بالضبط، هل ده معناه كمان أنه طبعا بيبقى في زيادة في المرتب، مظبوط ولا لا؟ المفروض أن يعني الزيادات بتيجي في المرتب اللي بتعلن عنها الدولة في شهر 7 من كل سنة. ويمكن احنا عملنا حاجة كمان كويسة خلال الشهر 11 اللي احنا فيه ده، ان يعني بناء على تكليفات قامة الرئيس برفع المعاناة عن اصحاب المعاشات، كنا ادينا منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ونفذنا بالفعل من 1/11 زودنا معاشات لاصحاب المعاشات ب 300 جنيه مبلغ مقطوع يعني. طب استفسار كمان يا فندم، بالنسبه للناس اللي هتخرج معاش في بعد شهر ديسمبر، هيستفيدوا هما كمان؟ ده حاجه كويسه قوي. يعني انا بشكرك استاذه جمان على السؤال ده، لان في ارتباط وثيق بين الحد الادنى لاجل الاشتراك اللي هو اقل مرتب امن بيه في نظام التامينات، وبين الحد الادنى للمعاش. لما اجي اطلع معاش بعاشي ما يقلش عن الرقم ده. ده اسمه الحد الادنى للمعاش. ففي ارتباط بين الاثنين دول، كل ما بحرك الحد الادنى لاجل الاشتراك التاميني ده، كل ما بيزيد معايا الحد الادنى للمعاش. فبالفعل الحد الادنى للمعاش اعتبارا من شهر يناير ان شاء الله، يعني الناس اللي هتطلع او هتبلغ السن اعتبارا من يوم 1 يناير، الحد الادنى للمعاش بتاعهم هيبقى 1105 جنيه. الحد الادنى ده هو النهارده 910 جنيه. طيب زاد 200 جنيه اهو. 200 جنيه دول جايين منين؟ ال 200 جنيه جايين من رفع الحد الادنى لاجل الاشتراك التأمين. صحيح. طب سياده اللواء، يعني في ناس كتير مش عارفه تحديدا، يعني المعاش ده لو الشخص نفسه توفى، هل زوجته هتاخد؟ هل ابنائه هياخدوا؟ ولغايه امتى؟ يعني دي برضه نقطه مش واضحه. لا نوضحها فندم، يعني صاحب المعاش احنا بنميز دايما بين شويه الفاظ كده في مجال التامينات. المؤمن عليه اللي هو حضرتك يا فندم، حضرتك يا استاذ مصطفى. تمام. حضرتك بتشتغل دلوقتي فبتامن عليك وبتدفع تامينات. صحيح. فاسمك مؤمن عليك. تمام. ربنا يديلك الصحة وطولة العمر. لما تتم سن 60 يتغير اسمك عندنا من مؤمن عليه إلى صاحب معاش. تمام. في حالة يعني في حالة الوفاة الورثة بيستفيدوا ولا؟ أيوة، عندنا بقى ما اسمهمش الورثة، اسمهم المستحقين المعاش. تمام. اللي من الأسرة، لأن كل واحد في الأسرة من حقه ياخد المعاش بس بشروط معينة لكل واحد. فالأرملة لازم يبقى معاها قسيم الجواز، ما بنعترفش بالجواز العرفي. تمام. البنت ما تكونش متجوزة. البنت ما تكونش متجوزة. الابن لغاية سن معين. أيوة. 26 سنة. الوالدين، الوالد والوالدة يستحقوا في المعاش بدون شروط. الوالد والوالدة أيوة لصاحب المعاش. أيوة. لصاحب المعاش. أيوة. فكل فئة من الفئات دي ليها شروط لاستحقاق المعاش، اللي بينطبق عليه الشرط ده بياخد المعاش. طبعا يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامينات، بنشكر حضرتك يا فندم على كل هذه شكرا الايضاحات.